وبالحديث عن سيدات مصر، فالحقيقة أنه سيدات مصر تضربنا ولا تبالي في كل أكيد. المجالات، والصوت المصري الحقيقة لما بيوصل بره للقنوات ووسائل الإعلام الغربية بيكون مؤثر، ومؤثر جدا، وده اللي احنا اتأكدنا منه على مدار الأيام اللي فاتت، وده اللي عملته الكاتبة والروائية الشابة منى للباوي في مداخلة مع ABC نيوز. ويمكن قالت منى: لقد كنت هنا منذ يومين في انتظار لفتح الحدود يوميا، ولكن لا شيء يحدث. ما زالت إسرائيل مستمرة في القصف على غزة، والوضع في غزة كارثي، والفلسطينيين بحاجة إلى الأدوية والغذاء، ولا يوجد ماء. لقد رأيت وسمعت القصف وبيننا 3 كيلومترات، ولكن لا أستطيع المساعدة. وكان رد المذيع بسؤال منى أن هناك قضية سياسية من الجانب المصري، وأنه الجانب المصري غير راغب في فتح الحدود. أكدت منى في ردها عليه أن القيادة المصرية مصرة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تتوقف عن الضرب، ويمكن ده اللي أكدته القيادة السياسية. حانو يعني ضرورة. She joins me now from the Egyptian side of the Rafah border crossing. Sorry, Mirna, you've been there all day trying to get aid in. What are you seeing on your end? I've been here for the past 2 days, where we wait every day at the border and for the border to be open, for the crossing to be open, Rafah crossing. But every time the Israeli occupation keeps bombing the Rafah crossing from the Palestinian side, so it makes it harder for the aid to be delivered to Gaza and the Palestinians. Every day we get very hopeful that tomorrow we can deliver the humanitarian aid to the Palestinians, and nothing happens. Is that the main issue then? Bombing on the. الحقيقة يعني قوة الصوت المصري نافذ إلى يعني العالم، ودي أهمية صوتنا وأهمية إيصال صوتنا من خلال المنافذ القانونية